التسوية، ولو شبعان القاد يخرج من راسه زورة تقطع دار من الربع سنين هذه واحدة العشرين زورة، نخرج الطاورة بالزورة دي حاشا خاوتنا في سقها راس. قلنا وزارة الدفاع الوطني أقوى مؤسسة في الجزائر تخدم في تصدر وتحفظ، ماشي ونحن نخرجوا بلدت بلدت روح القهوة هاي بكاش أدت 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 وكل يا راجل لما رمشوا عندك عند وزارة الدفاع. وأنا حكيت لك من الحقيقة المرة أنا ما تقالش أنا وصلتها لكم وحصلتها لكم تسوية كاينة 1000%، ولي شاك في التسوية مقصي عندنا ولي ما عيطولوش وكذا وبعد كي ينشر البلبلة أصبر ولعل يعيطولك. ما تقولش ما كانش تسوية، وزارة الدفاع مشي متفرغة لنا نحنا باش تعقب مشطوب مفصول محارب ومتقاعد يخدموا وشاركوا بهذه الطوارئ في العشرية السوداء 92 2011. يعني حبي قال وزارة الدفاع مشي متفرغة لنا عندها 1000 خدمة في خدمة، وزارة الدفاع الوطني عندها 1000 خدمة في خدمة ولا تخدم معنا نحن. ابكي على ملفك وابكي على الارشيف تاعك وابكي على الكا تاعك. راني نقول لك راني حشمت واستحيت قداه عندي 4 سنوات جامي دخلت الموضوع هذا. ريها ترونكيل شد الموبيل تاعك والطوموبيل تاعك وريها ترونكيل. راني نقول لك جميع من اللي ينشر في البلبله والفتنه وسط هذا الهيكل انا هاربنا من البلبله والفتنه. ايها الجماعه المقصيه كل واحد يبكي ارشيفه وملفه الى الارشيف عين كيف اكتب لي نتيجه موجبه، ولا لا الارشيف مشوا عين كيف ما تديش النتيجه الموجبه ويزيكم من نشر البلبله في وسط هذا الهيكل. انا هاربنا انا هاربنا. وزارة الدفاع أقوى مؤسسة في الجزائر ما تخدمش كما نخدمو نحنا، والشي اللي صار وجاري في وسط هذا الهيكل تخدم في تستر وفي تحفظ. يتكمل خدمتها طي هذا الملف نيت تضرب بكف وما جا ما يسف عباله بروحه بالملف تاعه والأرشيف تاعه وش كاين فيه. هو على علم ووسطنا في وسط هذا الهيكل وليه ما تضربش بكف أو يسف وعباله بلي الملف تاعه نظيف خفيف من الاخر ومن النص ومن الاول كلام تاعي لا يتحول كوريك طريق مستقيم. وقلت يروح دير واحد اخويا طلعه وانت رفاس اخويا وراح نجيبه وانا رفاس اخويا عم تطلع انت تطلع ما كانش روح دير بث وطلع رفاس ترى تقلقني ولا كيمو كارا روح دير بث وطلع عم تطلعك انت طلعك اخويا شفت واحد غايب حكمه وحشته معاه ما تقوليش طلع وروح نطلعك انت كيمو انا مبلوكيك كيمو كيمو كارا تزيد الشكاره تاعك بلوك بلوك يعني مش نبيع انت نطلعك حاضر بس على الغايب انا حكمه معاه ما باقي تقول طلع رفاس اروح جاي اروح جاي قدم هيا قدم روح قيني من هنا هيا قدم قدم روح قينا فهمتوا اخاوتي راني نهضر معاك لاول مره واخر مره. يا كريم صابر اخويا خلينا من التعبير هذا خلينا من التعبير عند روحك انت كريم كريم انت عبالك وش كاين وش ما كانش ما تقدرش تدير هذا. انا عبالي ومسؤول على كل كلمه وكلام فهمت مسؤول على كل كلمه وكلام يخرج من هذا اللقب يزيني من اللعب ما عنديش تلاعب والتراوغ والاكاذيب. انا عالم عجيب انا انسان نجيب نوصل الحقيقه المره اللي ما تقالش نوصلها لكم ونحصلها لكم في روسك. ابكي على ارشيفك وابكي على ملفك وابكي على الكاتعك لانه هذا وزاره الدفاع تمشي تدرس الملف حاله بحاله. قلنا الملف وي نو وي نو وي نو جماعه النو دارنا بلبله هنا في وسط الهيكل هذه راح يشكونا حتى في رواحنا اخويا. اخي يقعدوا ترونكيل اخويا
كان زودك وزير دفاع تسويك اخويا، هي قاعد ما عيطش لي تخلي تهبط لكم غير بس قاعدين يعيطوا لتعليم. سبحان الله. الى دايرها قال صالح العزامه كحلم القدرون، وش عندي لك؟ عندي لك تريطون انا في بلاصه وزاره دفاع. فكونا جماعه من الحكايه دي. فكونا ولا نخرجوا من العالم هذا تاع التسويه هذا. انا هطلعك عدل اخويا. فبعت عادل هنا معاك في الحقيقة خاوتي، كانوا سابقا 3 حالات مقصية، زادوا عليها 2 حالات، كاين 5 حالات مقصية قاعد تنشر في المنبر وسط هذا الهيكلة، كاين 5 حالات وانا بالجلاد نجيهم ونوجههم ونوجههم في قلوب فكونا من بدا ما تصيره قدم ما تصيدك شناول هادو المتتبعين قصادك وزارة الدفاع ابكي على ملفك وارشيفك والكاتعك. انا ما نستحيل استحيت اليوم ما نستحيش اليوم هو يكتب فيها صالح ابعث اخويا نطلعوك ابعث حشمنا وحشمنا وحشمنا والله ما حشمته قسما بربي العز. وش بعدك اللي ترقد هذيك اللي ضارب 20 ثورة في 4 سنين يشبع القلب يقطع الثورة دي يشبع القلب يقطع الثورة دي قديه عنده 4 سنوات ويخرج يفتي على الجماعة اللماعة اقعدوا حذايا الساعة ماشية والله ما كانش فلان هل ما يكونكش ربي انت ما يكونكش ربي في اجتماع ما قلتكش لا ما قلتكش اجتماع انت ما قلتكش وقفه ما قلتكش خرجه ميدانيه ناس تعبت على القضيه وانت قاعد شبع النوم قطعت 20 زاوره يعطيك يلا يعطيك ضربه من الطاوله بيك بالزاوره تاعك باش تفهم انا احشموا احشمنا منكم ولا ما تحشموا تفضل عدل اخويا تكلم شوية تفضل عادل الله يعطيك القوك اخويا حشمنا حشمنا والله ما يحشموا تفضل عادل اخويا تسمعوا لي ديروا لنا الاشاعة الله يعطيك الصحة عمي سفيان نعم والله يعطيك الصحة نقول لك استاذ حشمنا ولا تفضل عادل هذا اللي يطلع هذا اللي يطلع باحترام يطلع معاك وقال لك البيان ومش بيان وصواب ربي يطلق صراحه من كل صواب انا كي عرفته وانا مازال ما عرفوش وصواب وجماعه الحنش كلهم ريحوا معايا قدام خطره ويعرفوني مليح وجمعت معاهم مليح وقعدت معاهم قدام مش خطره ولا زوز 20 خطره نعرفها مليح صواب ولا الحنش ولا في مصطفى ولا وانا نهضر نقول لك كان واحد مش فيها نعرفه مليح نعرفه معرفه مليحه خلص ودا تكلم مع عادل وفارد تكلم ما تدهش حتى مشي هذا اللي يقول لك البيان التسويه كاينه والتاديب بيا ما يعيط ولا كان حاب يروح ولا كان حاب يروح يشوف يروح يا خويا التاديب حاب يروح يشوف تسويه كاينه الدوله ما تكذبش الدوله وزاره الدفاع ما تكذبش قلت لك التسويه بالعقل كيف عادل التعديل اللي كان حاب يروح يشوفهم يعيط ويروح يشوف ان احنا حريم انا بعثنا لك حريم اي واحد عنده تدخل ويهضم بكل حريه عادل زيد ابعث حريم عادل او قلنا جمجموا يا جماعه ما تبخلوش على ارواحكم جمجموا برطاج هم راح يسيني يليوه هم راح يسيني يليوهولك اعداء النجاح والفلاح والتسويه فهم قلت
قلنا جمجمو 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 حابين يسينياليو لكم عدا النجاح والفلاح التسوية. هذا هذا تدخل. شفتوا انتم راكم فايتين 300 قريب 400 ويجمجموا كل اخويا جمجموا كامل باش تسمعوا الحقيقة بالدقيقة وبالرقيقة وبالمتوسطة والغليظة الخشينة. مشي ورد وياسمينة نبعثوها الخاوت معنا سمينة يعني صحيحة ما مش الشريحة تاع كرطوش. عندي كرطوش بري 1 2 3 قرطع هذا البنادم ولا هذا المناضل ولا هذا المحارب وهذا المجاهد ونقرا اللي يحب يجي يقرا نزيد نقريه يشاك في التسوية يبكي عرشيفه هو عذاب وأدرى ويبكي على الكاتعه ويبكي على روحه كلا يروح يجر ويوصل ويحصل هذا الهيكل في تصادم هذاري جمجمو خاوتنا كم حبستهم من جمجيم وتحبسهم من جمجيم ويصيرنا لوليك من لايك جمجمو بارطاجيو ما كانش ما تسمعوا حتى حاجة. ها نقول لكم مازلتوا تسمعوا ما لا تسمعون تسمعوا ما لا تسمعون كلكم تدخلوا في معون واحد قضية قضية والتسوية في الطريق الصواب وما بقاش قد ما فوتوا شي اللي فات مات. احنا لا موبيليزاسيون هذوك تاع الموت ضربوا معاهم من 2013 حتى ل 2017 بل 18 باش تعرفوا مليح وزارة الدفاع كيفاه تتعامل كل واحد كيفاه تتعامل المؤسسة. وهذه ما تقوليش كيف منحك بطل ها نقول لكم اخوتي راعي ملفات ملفات جد ثقيلة اضمن في روحك واضمن في ارشيفك واضمن في ملفك اذا كان نقي اذا كان نقي يفيدك التسوية ولا كان كحلة قدرون كحلة كما قال صالح العزام القدرون وما عندك حتى تيريتون. لا 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 والله هشام والو ممكن انت ترك تلعب قاعدين يعيطوا لتاديبي ما كان لا فهمت اخوتي والله قاعدين يعيطوا ترك حاليا في قسنطينة لتاديبي وزارة الدفاع مشي متفرغ علينا باش تعيط مشطوب مفصول محارب ومتقاعد وتعقبها مع البرام تاع الصحة مشي فارغ علينا نحن والله ما يفرق علينا عندها ألف خدمة في خدمة باش تروح توقت بينا نحن تجيب الشيء هذا 4 سنين وهي تعيط والناس تفوت على عبارة متاع الصحة اللي شاك في التسوية. أنا نقول لك مقصي ولا مش مؤمن بروحه كما عيطوا له شو يعيطوا لك ما خابتي دي عارف ملفه بيام يعيطوا تأديبي هم يعيطوا في الله سعنك ونزيد نقول لكم ثاني كتبيا احمد بار بلانش كانك الغربان بيان سور خاوتي ما دروكا حاليا ما بعث نطلعوك حاليا راك بعثت وما عندكش لا كونيكسيون جمجمو يا جماعه اي واحد نطلعو هنا حاليا قالبه عندك تدخل نطلع اي واحد نطلعو هنا ماشي عام اخويا الموب ضربوا معاهم من اسمعك غلط محمد زام ولا وش الموب ضربوا معاهم من 2013 ل 2017 5 سنوات ما تقوليش عام ما تغلط روحك ما تغلطني انا معاك انا على علم وعلى يقين قلت لك مسؤول على كل كلمه وكلام سي محمد زي ام راني نحقق في النعم والاعلام والكلام كي تباكي للهام دي نهايه انا من مين كوراك طريق مستقيم فهمت بابا ضربوا معاهم 5 سنوات من 2013 2014 و15 و16 و17 فهمت محمد زي ام اذا كنت ماكش عايش في الجزائر عايش في كوبنهاغن هذيك حاجه اخرى برطاجوا يا جماعه حاليا ما نبعثنا لك جمجمونا اخوتي وكل واحد عنده تدخل هنا كل واحد عنده تدخل صالح العزام ما بعث نطلعوك اي انسان عنده تدخل
اي انسان عنده تدخل، اي السلام انسان عليكم. نبعثوا له اللي عنده تدخل نبعث نطلعه، اي انسان عنده استفسار نطلعه. مساء فايتك الخير يا اسكان واش علي، لاباس؟ على والله الدفا. لاباس الحمد لله. واش حوالك؟ واش حوال مش طيب؟ والله والله انا شويه هي حليم، والله هاني امور شويه غاطس، انا شويه مع العيله ومع الوالده ومع الوالد شويه. ربي يعطي واش الاحوال بهم يا رب. اسمع، واش بهم هذا المشاطيب الانتقاد في نفوسهم هما ذاتهم بعد شخصيا؟ والله ما قلت احنا فهمت مش كون علي. اللي اسمع مش كون اللي قال باللي احنا سمحنا في خاوتنا اللي راهم في الحبس. احنا خاوتنا اللي رانا في الحبس رانا نسقسيو عليهم الصباح والعشيه وكما يحب هو، ونسقسيو حتى على الحالات نتاعهم. والله يوميا نتكلم عليهم خاوتنا المساجين يوميا، والحالات ونكملوا من تاعهم تحت واش بعض. خاصهم واش كذا. الحمد لله راهي الاتصالات راهي كاينه من اخر من الغرب للشرق، من الجنوب للشمال، من الشمال للوسط، الناس كل راهي تتواصل. خلينا منها، وايا فكنا غادي منها، هذه من تعقيب برك. روحوا سفيان الملف التسويه. نعم، انا باش تقولي تاديبي ما راهمش يعيطوا لهم، تاديبي راهو كاين تعياط وكاين تعياط بالكثره. سطيف راهم عيطوا الناس بزاف اليوم في سطيف. راني عبالي في الله ساك زين عبالي. هنا عندنا في راسانك عيط لي غير قبل المغرب واحد، عيط لي القايد داك تعرفه، قال لي صاحبي كان معايا عيطوا له وانا قاعد معاه. زيد البارع عيط في قلمه، ورا البارع عيط، راهو كاين ملف التأديبي، راهو كاين على الطاوله، راهو بالفعل الملفات اللي حكينا عليهم راهم بالفعل راهم قاعدين يمشيو. نرجعوا للتسويه سفيان. شوف التسوية الفعلية سفيان وقتاش تكون في لوكاتورز هذا؟ إذا كانت قوة كبيرة في لوكاتورز الفيرسمون قوة كبيرة، أعرف باللي التسوية راهي في مسارها الحقيقي الصحيح. فهمت إن شاء سفيان؟ الله. وهي نقطة الفاصل. أنا ماشي كما كاك، أنا قاعد نشوف وزيد اليوم الحاجة الأخرى، اليوم الحاجة الأخرى عليهم. اليوم لو دوز برشو لو قايد ما حبوش يقولوا، هم هنا يكون على الاقل يقولوا وشكون اللي برشو لهم اليوم لو اسمح دوز. لي سفيان اسمح لي عيطوا لي زوج، عيط لي واحد من ستيكدا الصباح من ستيكدا بالتليفون قال لي كاين زوج صحابي قالوا لهم باللي راح يفرسيو لكم الشهر هذا، زوج صحابه ما درتش عليها المعلومه انا وما نحتاجهاش المعلومه اللي كيما هذه، قلت له انا كي يحكمهم في يده يقول يهضر معايا. زيد انا باش تقول لي الفيرسمون بربي ان شاء الله في الشهر هذا راه تكون كاينه فيرمون بعدد يكون لاباس به، وهذه هي اللي رايحه تحكم على التسويه. العدد هذا هو اللي راح يحكم على التسويه. اما الشيء الوحيد اللي حبه انا اللي حبه ومازال يحرك في قلبي مالجري ما كانش واحد كان يؤمن بالتسويه قدي، وكانوا الناس الكل يقولوا محمد علي المنوم تاع المشطوبين، الناس الكل تشهد لي على الكلام هذا. الوحيد بقيت في الصراع انا وحدي. واش نقولوا؟ نقول لهم ذوك التسويه هذه زوج حوايج، اذا بانت بمرسوم انا شاتيها تبان بمرسوم بالبند العريض من الاخر. هو من ضمن بالبند التزام العريض باش نتهناو ديفينيتيف وتسكت الناس علينا من الحسوسات هذه. والله بلبله كبيره انا اخويا، بلبله باش كبيره تسكت الناس هذه لازم لها البند العريض في جريدة رسمية ولا في قناة إخبارية هنا باش نتهناو من المشاكل هذه برك، وخلي الناس تعيش على رواحها. هذا باش نقول خاوتنا المصطوبين. هيا والسلام عليكم. ربي يبارك فيك يا عليم وربي يستر. هذا دخل بارك الله فيك، ليلة سعيدة أخويا، دمت في رعاية الله وحفظه. هاك سمعت أخوك محليف، نحن نتمناو نستنوا لو 14 هذه، يعني مازلنا نهارين. نحن نتمناو وزارة الدفاع الوطني وهذه القضية أنها يفرسيو لموالاها، سيرتو جماعة التكميلي هذم اللي باعتين دافعين التكميلي. احنا راني تورو مورك لو 14 هذا تورو مورك لكان فرساو الغاشي ياسر، راه التسوية كما قال خونا حليم راهي ماشية في طريق الصواب وطريق الصحيح وما يكونش عندنا شكوك. وإذا كان نحن درك انا ساعتين صح قرار رئاسي ولا مرسوم رئاسي ينصفنا ونتهناو من المهزله هذه، نتمنى من رئيس الجمهوريه عاد ما جيت هو شخصيا
لأنه نحن من ضمن الالتزامات تاعو، ومن ضمن الوعود تاعو أنه يطفي علينا هذا المهزلة. يا قرار رئاسي، يا مرسوم رئاسي، ينصفنا وريح وطنكير وتطفى علينا هذا البلبلة واللايفات هذه والحوايج هذه. نتمنى من سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شخصيا لكان يتبع فيها عبر هذا البث المباشر. نحن مسيو عبد المجيد تبون من ضمن الالتزامات تاعك ومن ضمن الوعود تاعك، والملف راه مطروح على مستواك. يا تنصفنا بنقطتين، يا قرار رئاسي ينصف المشطوبين المبصورين المحاربين، يا مرسوم رئاسي انصفنا وهنينا. ونحبوا تصرحوا عبر نحن من حررنا البلاد والعباد، نحن من ضحينا بالنفس والنفيس، نحن من خرجنا الجزائر من معزق تاع الدماء هذه وحق بالدماء. ما نضلوش نحن نتبعوا قفايه العشرين سنه نتبعوا في حقوقنا المشروع. فكنا ليه عالم باسره يتفرج فينا عبر هذا البث، عبر هذا اللايفات. والجزائر مخصوصه مال مخصوصه اموال. مسيو عبد المجيد تبون معاودني ثالث مره، ومسيو سعيد شنقريحه اتخذوا النصيحه، انصفوا هذا الناس ورجعوا لهم كرامتهم ورد الاعتبار للجميع ودون اقصاء. الشيء الكبير وكثير وقضى نخبو على هذا الوطن باش يتحرر غالي الثمن. هذا هاي فايت طال امد القضيه، فايت 20 سنه، قريب 24 سنه عمر تاع بنادم يقرا وكمل قرايته وراح يكمل قرايته في الجامعه، كملها ديفينيتيف صحيح. نحن القضية الدرك، احنا نتمنوا من رئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد المجيد تبون، نحن من ضمن البنود ومن ضمن الالتزامات تاعك اللي قدمتها امام ربي وامام العبد، فض علينا هذا المهزلة بيك بالسعيد شنقريحة، فض علينا هذا المهزلة. يا مرسوم رئاسي، يا قرار رئاسي ينصب محاربي العشرية السوداء لحر البلاد والعباد وهذا الوطن غالي الثمن، لضحوا بالنفس والنفيس من اجل ان تحيا الجزائر. وهي كلمة حق، والحق يعلى ولا يعلى عليه. نحن من قدمنا الفاتورة، ما قدمها حتى واحد في الريبوبليك الجزائرية الديمقراطية، قدموها في الطريق محارب العشرية السوداء. الشيء الكبير والكثير قضى نخبه، وال15 والمجرمين 16 ركعناهم وهبطناهم. واليوم تتنعموا كلكم في أعلى هرم في سلطة البلاد ورموز دولة، والدولة الجزائرية واقفة برجالها. قلنا الدولة الجزائرية، وزارة الدفاع الوطني، نحن محارب العشرية السوداء نطلب منكم إنصافنا. يا مرسوم رئاسي، يا قرار رئاسي، كلمة مني لسيادة الرئيس عبد المجيد تبون شخصيا وسي سعيد شنقريحة، وتنهوا علينا المهزلة نهائيا ونخرجوا من اللايفات. هذا الآفات تاع اللايفات، يعني عالم عربي وأوروبي وغربي والوطن غالي ثمن قاعد يتبع فينا، ماشي مخصوص الجزائر الاموال. كل ذي حق حقه، احنا تعبنا على البلاد، نحن ضحينا بالنفس والنفيس، انتم تتنعمون وبقبلكم وفي نصكم وانتم حاليا وبعدكم تتنعمون بنا احنا برجال شرفاء محاربي العشريه السوداء. محاربي العشرية السوداء، لولا فضلنا كان 10 دول هنا.
قاعده حاشا سامعين باينين علينا كامل باكملنا. والله يرحم الشهداء وتحيا الجزائر. وكريم تحرق وقال قل الحق ولو كان مر، يقعد في القلب وانا في جن عمكم الكبريتي المجاهد جر، وراني حر وما قذفت واحد ما سبيت واحد، وراني مجاهد والله شاهد على كلامي، وناظر باسم الجميع والله سميع والله المستعان. ان شاء الله هذه الرساله تلحق مشفره وسي اليمين زروال، سي اليمين زروال ربي يشافيك ويعافيك. قول كلمه حق، انا ذاك وكان نزار معك، قولوا كلمة حق قبل ان توفيك من المنية، قبل ان تلحقون الى القبر وتلحقون للشبر، لانه ولا حق انا ما قذفت واحد ما سبيت واحد ما والو. ارواح كريم انت يا بطار، ارواح ارواح اللي تديه وحدك اخبير دو شر، امشي النعل الزريعة انت باباك، امشي حاشا المتتبعين نعل باب الزريعة انت باباك. كريم كريم حاشا كريم الله، هاي حتى حاشا المتتبعين ويسمحوني، انتم اليوم تتنعمون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، تتنعمون بمحاربي العشرية السوداء الرجال الشرفاء الذين ضحوا بالنفس النفيس، فيكم رئيس جمهورية، فيكم رئيس حكومة، فيكم وزارة دفاع ضد نعم ومستقلة ومرتاحة، والجوفرنمون وهذا الوالي وهذا المير، واش تتنعمون بمحاربي العشرية السوداء اللي خلصنا فاتورة بالنفس والنفيس من أجل الله يرحم الشهداء وتحيا الجزائر، من أجل أن يعيش هذا الوطن غالي الثمن في الطمأنينة اليوم، ماكو في الطمأنينة تاعنا. أقسم لكم بالله وحق كتاب الله وجلالة الله، غير عايشين في غير عايشين في ظلمة تبون، أنت ولي قبلك وبعدك، سي سيكيها قبلك ولي بعدك، عايشين في ظلمة. اقسم لك بالله وكتاب الله وجلالته، لانكم تسالون امام الله يا سي تبون ويا سي شنقريحه ويا سي وزاره الدفاع الوطني، هل فهمتم ام لا؟ املوا لي الاملاء. سي تبون عندك من ضمن البنود والالتزامات تاعك دير لنا قرار رئاسي ولا مرسوم رئاسي، وانت شنقريحه واش قاعد دير؟ هذا اللي يقول تدو شعر. اسمع انت وقتنا نهنا بالك، حتى البيبرو تاع عمك باش تضرب فيها، يا واحد الدنثي يا واحد الديوث، ينعد بابا سري عند باباك. راني جامي سبيت في لايف اللي تقول تدو شعر، ماكش حر، ماكش ولد فاميلا ولد ناس، وماكش ولد مفصل ولد ساس، تاني سينو ما تدخلش انا بالباش تاع المحاربين وكلهم تدو شعر، يا واحد الخبيث يا واحد البطال، ينعل بابا الزريعة تاع باباك كريم كريم، ينعل بوك الحلوف في الليلة دي. حبيت أبيت شتيت كرهت حس المتتبعين تاع الصفحة ويعذروني عبر هذا الوطن غالي ثمن، ساعة ساعة يجيك بكتيريا. خبيث بطال. خطرة جابوا لك الاستقلال على تقول لهم تدوا الشعر، اه خطرة جابوا لك الاستقلال وانتم علينا قاعد تحوس الماتريال ومال والبنيون والدنيا والزاهية وتحوس، اه وقت الخبيث ناس تعبت على الوطن غالي ثمن وضحت بالنفس والنفيس،
باش تعيش انت واحد بهيم كيما انت وحمير كيما انت ومنع الباب الزريع نتاع العائله تاعك في الليله دي. كريم كريم عشا كريم الله، كون جيت كريم كريم تتكلم كريم وكلام لائق بالرجال هذوما تحيلهم، مش كي تجي تقول لهم تدو شعر كريم كريم. روح شوف عائلتك، لو كنا حررنا عشنا احنا نحولهم السراول العائله تاعك كريم كريم. هذو محاربين تقول فيهم الكلام هذا تدو شعر يا زريعة الحركة، نعد باب الزريعة نتاعكم، نعد باب الزريعة نتاعكم يا ابن الحركة ولد الحركة. هذه العركة تاعنا احنا معاكم انتم يا خباتة يا ديباطات، عايشين تبنوا في الغلة وتسبوا في البلة خباتة. حررت لك بلاد كاملة باش تجي انت تسبنا، تسب هذا الرجال الشرفاء، تقول كلمة حق فيهم، تقول تدوا شر. يا واحد الخبيث، يا واحد البطار، يا واحد ماكش حر، ماكش ولد فاميلا، ومش ولد ساس ولد مفصل، والله ما عندك اساس حتى في الجزائر دي. خباثة، انت بعد النجاح تاعنا، وانت بعد الفلاح تاعنا، وانت بعد اعداء الوطن واعداء البلاد والعباد. نعل باب الزريعه نتاعكم، نعل باب الزريعه نتاعكم حي وميت يا خباثة، يا دي باطار يا دي بوايو. سهل سهل يجيك بكتيريا انا ومتتبعين استحي منهم، كاين ناس يتفرجوا فيا اون ديراكت انا اون تيليفزيون. الخبازه هذا بلي بطاره ضم دي بوايو، هذو يخترق صفحه ويجي هنا وقت هنا يضرب، والله حاط البيبرو تاع عمه، والله بالحرام الى مازال ما سربتش، مازال ما سرب. اني نستحي شويه من المتتبعين، تالي يكون جيت وحدي انا وياك نقول لك كلام حياتك، وكون تقول لي وين تسكن يجي نقسمك يا خبيث يا بطار، والله نقسمك مهما كانت سيرتك، وما نقسمكش ربي يحرقني انا، لاني عندي اجر ومغفره. باش تقول في الناس هادو، باش تقول فيهم عوض كلمه حق، تقول فيهم كلمه باطل، هيك عايش على في جالهم هما، وتضرب في جال والكراطين خبيث. ها يا يليق لك ركعتين شفرتين نحطهم لك هنا باللي ولا نفلقك هنا بعد نفلقك عزوز، لانك ما لا تجوز تعيش مع الناس هادو. باش تقول فيه ولا ما تقولش فيهم كلمه حق، قول لهم كون ما جيتش انتم والله نحوا لي سروال انا درك، ولا ما تقولش وقتها وان كنت انت وقت اليمين سروال. ما كانش هابط لك السروال دار قاعد في الدار ولا ابدا، واليوم كي حررنا لك البلاد وتتمتع وماتريال وبنيان واحوال وتحوس وتتقلش وتضرب في البلش يا خبيث، تجي تهضر باش تقول كلمة حق في رجال الشرفاء اللي مازالوا ليك، اللي حررك 16 دولة خبيث في الجولة، واليوم تتجول كما تحب في الوطن غالي ثمن، تقول ها في حق هذو الناس تدو الشر. يا واحد الخبيث يا واحد البطار. يا خويا واش تقول انت وسي معاه، واش تقول لي انا اسفيان اني نعرفه واش بشويه وراح هذا وراح، ربي يهديك السلام اخي ربي يهديك. ايوا واش بيني ربي يهديني، ها روح قدم فرحان يا خويا، فرحان يعني بلوكيك فرحان، والله ما عطى الدور في الصفحه تاعي يعني. استنى صح وليد مدريد عندك حق. بلوكيه انا راني بلوكيتو جيجا بلوكيتو، بس ما تقولش قول كلمة حق في الناس هذوما، ما تقولش كلمة باطل وتقول لهم تدوا الشعر. هي كبيرة ثاني باش واحد يحرر لك 16 دولة وتقول له تدي الشعر انت خبير، ولا ما تقولش ليه انت تقول فيه كلمة حق، تقول تبارك الرحمن الرحيم على رجال الشرفاء والمحاربين اللي حرروا 16 دولة، وانا ما قالهاش.
أنا عبالي فرحان يا خويا، الله أني أتمنى نسير لي نار، ما تلومنيش أني سي باسا مانيش، سيدخل لك واحد أنا يفزتك على بالك. آه شتي مزيه ومزيه تغير نرواحنا، شتو زينا هذه الدولة الجزائرية وهذا وزارة الدفاع، شتو وصلتنا وحصلتنا مع هذو الأنذال والجبناء هذو، ها والدخلاء هذو، ها شتو زيها وصلتنا معاهم، ها شتو زيها باش يقول كريم بحق في رجال الشرفاء هذو اللي حرروا 16 دولة، واش قال فينا؟ قال فينا كريم باطل، قال تدو الشعب، هاي روح انت القاحة انت. إن شاء الله مراد انكم تواصلوا من بعد في الخاص إن شاء الله. أم يسمي عليه في البث هذا خالي. ربي يهدينا ربي يهدينا. أنا ولينا كورة ما بين شبه الذكورة هذه. شفت وزارة الدفاع؟ شفت مسيو هذا رموز دولة؟ لا داعي للكوب البرداعي تاعكم. شفتوا وين وصلنا وحصلنا لي كومباتون دي كار؟ شفت الديقة والديقار اللي دخلنا في فيلم ديقار احنا؟ شفت واحد يخترق صفحة وزارة الدفاع الوطني وهذا رموز دولة؟ شفت الجولة اللي وصلناها المحارب درتوا عليه كلش؟ درك عادي وصلنا واحد باش يقول فينا كلمة حق، وصلنا كريم كريم هذا قال فينا كلمة بطل، قلنا وصل هذا 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 فهمت وزارة الدفاع الوطني، فهمت تبون شخصيا، فهمت شنقريحة شخصيا، شفت أقوى مؤسسة في جزء وزارة الدفاع، فهمتوني وش نحكي يا شفت وين وصلتونا حصلتونا، شفت واحد حرر لكم 16 دولة عايشين في النعيم تاعنا غير الزعيم أخوه الفوق في رموز دولة، بوش فضلنا نحن ضحينا بالنفس والنفيس المشطوبين المفصولين المحاربين، ضحينا برواحنا الفاتورة تاع الجزائر كاملة نخلصوا فيها المحاربين هذوما المشطوبين المفصولين ولا ما عندهم لي باي إلا المشطوب المفصول المحارب اللي طال الأمد تاعو من التجارب. أنا نحارب اليوم حقي لأنه يعني حقي مشروع ومؤمن بيه اليوم وغدوة ومهضوم حبة من حبة وكريهة من كريهة، مانيش حابس ولا يابس في راسي، ومش ني ساكن في قابس، راني في الجزائر ما يبقاش لك عقل حاير ولا سارح في بحاير، الجزائر عجوبة كراها عمك هذا المجاهد المحارب محجوب، راني يعني من غاشي نجوبة ومش من غاشي راشي من غاشي صحيح، يعني توصل لنا واحد كريم كريم هذا وقتنا نحن بالك ما كانش ولا كان صغير ولا منا وكان يلبد وكان ما بين أحضان أمه ويضرب البيبرو تاع عمه يوقف باش يقول كريم تحق في الناس هذوما وصل قال كريم باطل قال تدو الشعر. فهمت ست بون؟ انا من ضمن الالتزامات تاعك ومن ضمن البنود تاعك ونستناو من عندك اللي قلت انا ما الوعد لا خرج ولا كلمه كي تخرج كرصاص ما عندهاش المصاص تاع الرصاص، يعني الكلمه لا خرجت توفي بها وعدنا، يعني كاين وفاء وعد ووعد الحر دين عليه، يعني من الالتزامات تاعك ومن ضمن الالتزامات تاعك ومن ضمن الوعود تاعك المشطوبين المفصولين المحاربين ام متقاعدين ام 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 اللي خدم خاوتي كامل في ميدان الشرف، والله ما عندي حسد راح تخلص وزارة الدفاع ما عندي حتى اشكال، لانه تعبوا تعبنا على البلاد هذه، راكم عايشين في الظل تاعنا كامل رموز الدوله الجزائريه لا ريبوبليك الجزائريه ديمقراطيك لا ريبوبليك الجزائريه ديمقراطيك الجديدة ولا اللي قبلها ولا اللي بعدها، عايشين كل بسلام ومرفوع العلام فضل تضحيات تاع رجال الشرفاء اللي ضحوا بالنفس والنفيس من أجل أن يحيا هذا الوطن غالي الثمن وما يتكسرش من 15 دولة في الجولة. قلنا مسيو سيادة الرئيس عبد المجيد تبون نحن من ضمن البنود والالتزامات تاعك ونحن من ضمن الوعود اللي وعدتنا في باطنا
كلمة وزن أطنان، لازم تطلع علينا الطلان بمرسوم رئاسي أم قرار رئاسي ينصفنا ونحو المهزلة هذه بيك بشنقرحة سعيد. والله يرحم الشهداء، تحية الجزائر حرة مستقرة برجالها، بشي بالأنذار تاعها ولا الجبانة تاعها ولا الخوانة تاعها يسقطوا وين ما كانوا حيث ما وجدوا. والله ما يلعب لي يا خويا كلمتك، سؤال جواب عبد اللطيف عزيزي باش يقول كلمة حق في الناس هذما، وقال كلمة باطل وقال تدو شعر وانتم قاعدين تقراوا واني بلوكيتو. خوتنا اكتفينا ووفينا ووصلنا وحصلنا الميساج وكروشيه كروشاج، الشيء اللي قلته لك كلمه بكلمه كلمه بكلمه، باللي ما كان حتى كلمه خاطئه. كل معلوماتي اللي وصلتها لكم وحصلتها لكم كلها صحيحه. والله يرحم الشهداء وتحيا الجزائر. وهك اكتفينا، قلنا خاوتي نرجعوا لخونا حليم وما تهربوش، نرجعوا لخونا حليم جماعة المصالح هاكم سمعتوا، واني طالع بالخير انا. قلنا نرجعوا لخونا حليم وراو خوكم كيما خاوتكم هذا المعتقلين هم بيفرج عليهم، رانا دركا نرجعوا لخونا حليم وماكس برطاش وما تهربش من لايف وما تكونش خايف، لأنه الراجل والله ما يخاف، لأنه لا خاف الراجل سمع أو خاف من الخير وخاف ما يعني قال ربي والنبي هو يهرب. ما تهربش، هذا أخوكم ومحسوب عليكم، عاونوه حاجة حاجة، والله عندكم أجر قدر المستطاع. يعني نقول لكم والله حتى ربي هذا تسوية راهي كاين 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 بوادر تاع خير، ومشني حاب نقول ومشني حاب نتواصل. شوف زي يهبط اللايف، شوف جماعة المصالح وزيهم يهربوا، شوف 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 زي يهرب، شوف شفتهم زي يهبط يهبط مي واللي ما كانش خلاص. شفت كي تهضر له على الخير تقول مشي ومو من خلاص، والله ما يامن بربي والنبي تعرف وش يهرب من الخير، مشيش يديروا الخير، يكره يدير الخير. نحنا كاين رجال اهبط خلاها 191 الربيع، والله يا ندريكم نحيكم بالواحد انا، والله والله يا نعرفكم نحيكم بالواحد، والله نخلي غير المجاهد والمحارب اللي يحارب هاد المجرمين وركحهم، مازلنا نحاربوا على بعضنا ونعاونوا بعضنا ونهزوا بعضنا وما عندنا حتى مزيه على بعضنا، ولا تهرب ولا ما تبرطاشيش، وعلاه ما تبرطاشيش؟ ولا تهرب تحوس غير على السلاح تسمع، هاي كان طالعة في السماء على التسوية، شوف درك وزي تعبت، شوف 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 اي والله تعبت فلاش على بالك، والله ما يا ربي ما يشوفك في الخير، اش ما يعمل لي هرب من هذا الصفحة، والله شوف ربي سبحانه يعطيك بصفحة تقعد، والله ما تشوف الخير اليوم ما يبعثون جماعة المصالح، وكاين اللي لاباس عليهم، فهمت؟ كاين اللي لاباس عليهم، فهمتوا يهربوا شلال، وين وقاعد يهبط قدامي، بس والله ما يسهل له ربي. والله والله ما سهل لك المولى قاسما بربي العز وجلالة الله، يا جميع من اللي يهرب روح الله لا يسهل لك، نطلب ربي والنبي الله لا يسهل لك، وجميع من اللي قاعد معايا هنا او هنا او في الهنا معايا. قلنا اخوكم حاليم هذا يا خالتي، احنا درك انا مشني قاعد عندي الوالد مريض، عندي الوالد مريض هو كلفني بهذا يا خويا، حويجه حويجه ونحن معاونين وحتى ربي يسهلكم التسويه، هو قال لك تعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على اسم العدوان، فهمتوا؟ والله العشيه نحكي معه قاسما بربي العزه وجلالة الله، فايت الساعه ونص هو معايا هنا، ها هو نحكي معاه حتى زين وبشرى هنا، يا ربي يكون زين وبشرى مازال يتابع فينا. العشية بوغار نتاع سوق راس يهضر معاه على المباشر، تلاقيتنا وياه
اطيب الطيبين. نتمنى في القاعده النضاليه يكونوا ناس كيما خونا زينو بوشرة، هذا خونا بوغال نتاع سوق عراس. وقفوا مع اخوكم اخويا، وقفوا مع اخوكم ومحسوب عليكم ومحسوب علينا.